السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله بتمنى لكم كل توفيق. النهاردة ان شاء الله معدنا مع الجزء الثاني من الوايت اند ريد ليجنز. هنتكلم فيه ان شاء الله على سبب مختلف من اسباب ظهور هذه الليجنز، الا وهو the neoplastic causes، الاسباب المتعلقة بالاورام. في البداية عاوزين نعرف، زي ما تعودنا مع بعض، انا بحب دايما تبقى النقط اللي هنذكرها واللي هنعمل ستريس اون عليها تبقى واضحة في دماغنا كلنا. في البداية انا عاوز اتكلم على الدياجنوزس والتريتمنت ميجرز بتاعت هذا الديزيز، ازاي اقدر اشخصه. عند حضرتك ادي، معلش انا دايما ايدي ساعات بتخلف اللي بيقدم واللي بياخر. اول حاجه بنقول ما يميز هذه الكاتيجوري من الديزيزز، there is no obvious cause، هما usually idiopathic معايا، وبيبقوا painless. هنا الالم مش كاركتر لهذا الكونديشن يعني، او لهذه الكيس. وبتلاقي دايما التشو ما بيبقاش نورمالي بنفس المرونه او الليونه بتاعته، فبنقول the normal elasticity is lost. هذا التشو لما بتلمسه بالبالبيشن بايديك بتلاقي انه ملوش نفس درجة الالاستيستي بتاعة الاورال ميكوزا. وبما انه ما بيبقاش له سبب، وغالبا برضو لما بناخد معاه اي علاج زي ما هنشوف ما بيختفيش، فدايما عشان اتأكد واعمل له دياجنوزس دايما بيتأكد التشخيص بتاعي بالبيوبسي اللي بنشوف فيها علامات الديسبليجيا. تمام يا دكاترة؟ طيب هنبتدي نتكلم على اول نوع زي ما هو قدامك تحت، ليوكوبليكيا. ليوكوبليكيا في منها كام نوع كلينيكالي، هي بتظهر لك بالثلاث صور دول الرئيسية. اول صورة فوق بقول لك هوموجينس ليوكوبليكيا. هوموجينس يعني لونها كله ابيض، ودي غالبا السيرفس بتاعها بيبقى سموث معايا، ولكنها سلايتلي اليفيتد، يعني كان بالظبط في لاير على النورمال ميكوز، كان في طبقه كده عليها، ما بيبقاش لها زي ما اتفقنا في جميع الاحوال ذا نورمال الاستيستي از لوست. الصوره اللي جنبها على طول انا شايف يا دكتوره هاله معايا لون ابيض ولون احمر، يعني عشان كده دي بنسميها سبيكلد ليوكوبليكيا. على فكرة بعد شوية هناخد ليجن تاني برضو بيتشاف الأورال كافيتي اسمه إريثروبليكيا، وبيظهر كلينيكالي باللون الأحمر، وبرضو في نوع معين منه بيبقى سبيكلد، بنشوف فيه نوعين مع بعض أو صورتين مع بعض أبيض وأحمر، برضو بنسميه سبيكلد إريثروبليكيا. العلماء قالوا لنا إيه؟ قالوا لنا either سبيكلد ليوكوبليكيا أو سبيكلد إريثروبليكيا ما بنوقفش عندها كتير، لان في اي حاله من الاثنين حضرتك بيبقى عندك التو ليجنز مع بعض، اريثروبليكيا وليوكوبليكيا واللون الابيض واللون الاحمر سوا. اخر نوع تحت بقول لحضرتك انه هو لون ابيض تمام، ولكن السيرفس بتاعه بيبقى في مالتيبل بابيلر بروجيكشنز، وده الصوره الثالثه من اللوكوبليكيا. طيب يعني ايه لوكوبليكيا؟ انا عايز اعرف لوكوبليكيا يا دكاتره. ده clinical term، clinical term يعني مش histopathology، لا clinical term يصف ايه؟ it refers to any white lesion that cannot be attributed to any clinical clear cause. انا مش قادر اعزيه او اعمل اربط بينه وبين اي clinical cause، مش لاقي له سبب. يعني في الحالة اللي زي دي بنسميه ايه يا شباب؟ بنسميه leukoplakia. يبقى again ليوكوبليكيا as a white lesion خلاص refers to the clinical condition that cannot be attributed to any clear clinical cause. أنا مش لقيله سبب معايا كده. وأدي الصور المختلفة منه، وغالبا ده بيظهر في السن الكبير، ولقوا أنه بيظهر أكتر في الميل عن الفيميل. هو البريديلكشن بتاع السكس في هذا الليجن بيبقى شوية تورد الميل، وبيبقوا غالبا ها من كبار السن، وممكن برضو يظهر في الأدلت من أول الأربعينات والخمسينات، ولكن كبار السن بيظهر فيهم أكتر. معايا يا شباب؟ طيب
بيظهر في منطقه معينه من الاورال كافيتي في اي منطقه زي ما انت قدامك. انا شايفه في البالت، شايفه في البقال ميكوزا، شايفه في ممكن يتشاف في الجينجيفا، ممكن يتشاف في الفلور اوف ذا ماوس، في التانج، في يعني هو ملوش منطقه معينه. معايا يا جماعه؟ طيب عشان اعمل دايجنوزس لليوكوبليكيا، خلاص انا الاول بتاكد من وجود بعض الفاكتورز كده اللي في ظلها اقدر اشخص. طب هو في اسباب الاول ممكن تؤدي لهذا الليجن اللي كلينيكالي انا مش قادر اعمل كوريليشن بينه وبين سبب واضح؟ قال لحضرتك انه غالبا البيرسنز اللي بتظهر عندهم اليوكوبليكيا ممكن يكونوا under long duration من psychological stresses، عندهم مشاكل في الاميونيتي بسبب بعض التوترات. عشان كده دايما نقول يا جماعه البعد عن التوترات منصوح به، لان الحقيقه لقوا ان امراض كتيره جدا بتظهر بسبب ده. لقوا كمان ان ممكن يظهر مع الهيفي سموكرز، السموكينج، الناس اللي بتطول قوي، خلاص، وايذر سموكرز او بيستخدموا سموكلس توباكو، بيمصوه مثلا او حاجه، بتظهر عند الفئتين. معايا؟ يبقى التوباكو يوز ايذر بالسموكينج او بالساكينج. كمان قالوا انه في بعض الامراض زي السيفيس، خلاص، المالجنسي، في مالجننت ليجنز كتيره بتبدا بظهور هذه الليجنز. معايا كده يا شباب؟ الكانديدا، خلاص، من الحاجات الكومن ان لقوا ان ممكن الكرونيك كانديدا الانفكشن يحصل معاها كانديدا اليوكوبليكيا. السيفلس فادي انفكشنز اهو، يبقى في انفكشنز، في تيومرز، في هابتس زي السموكينج، الالكوهول كونسامشن، الحاجات دي كلها بتزود قوي احتماليه ظهور هذه الحاله. خلاص؟ طيب الدايجنوزس بقى، بتاخد هيستوري من العيان، طبعا بتطمن يا ترى في اي بريزنت لوكال او سيستميك كوز، حاجات زي شبه اللي انا قلتها كده ممكن، وهي على فكره في اغلب الاحوال بتبقى ايديوباثيك ملهاش سبب، لكن دي برضو اسباب ممكن انها يعني تزود من احتماليه حدوثها. كلينيكالي طبعا زي ما انت شايف معايا، لسه شايفين الصور، لها سيرتن ابييرنس، لها سيرتن كونسيستنسي مختلفه عن النورمال ريزيلينسي بتاعت التيشز، لوكيشن بتاعها، وكمان بتبقى بوزيتيف مع التولويدين بلو تيست. وهنا ان شاء الله حالا السلايد الجايه هشرح لكم فيها يعني ايه تولويدين بلو تيست عشان نفهمه. خلاص، دي صبغه كده معينه بتصبغ لك الاماكن اللي فيها زياده في نشاط الدي ان ايه، وبالتالي الليكوبليكيا او الاريثروبليكيا اللي جايه بعد كده دي كلها بتعتبر بريمالجننت ليجنز، بتزيد فيها درجات الديسبليجيا، تكاثر الخلايا بتاعت الابيثيليوم، وبالتالي التولويدين بلو تيست اللي هو فكرته قائمة على انه هذه الصبغة اللي هي التولويدين بتصبغ الخلايا اللي فيها نشاط زايد من الدي ان ايه، يبقى طبيعي هتصبغ لي الاماكن اللي فيها بتاعت اللوكوبليكيا والاريثروبليكيا دي. يبقى هنا ده كده في عجالة، ولسه هوريك صور واشرح لك الخطوات بتاعته بالظبط. يبقى ده كده انا اخدت الهيستوري وعملت كلينيكال اكزامينيشن. تنصحيني كمان يا دكتورة هالة بسيرتن لاب انفستيجيشن؟ احنا لسه بنقول عشان نتاكد اعمل بايوبسي، خلاص، واعمل سيرولوجي عشان تتاكد ان مفيش اي مشكله تانية عند العيان زي السيفلس مثلا. يبقى باخد هيستوري كلينيكالي، ببص على اللوكيشن والابيرنس والكونسيستنسي، بعمل تولويدين بلو تيست، وخد بايوبسي يا ابني عشان تطمن، او اعمل اي لاب تيست عشان تتاكد او تنفي وجود عدوى معينه. طيب ادي التولويدين بلو تيست اهو، شوفوا الصور، شوفوا انا الشكل، الصوره الاولانيه فيها الخد بتاع العيان، الصوره الثانيه انا بعمل ايه، بتبتدي حضرتك تصبغ الماده ده اهي، وبعد كده بتبتدي تغسل مكانها، وبعد كده في اخر صوره ادي اكتر مكان مصبوغ. شوفوا هتلاقوا انه تقريبا الزرقان خفيف حواليها. ليه المنطقه اللي في النص يا دكتوره هاله غامقه كده قوي؟ لان دي اكتر مكان فيه نشاط دي ان ايه. عارفين دي اهميتها ايه؟ لما تيجي تاخد عينه هتاخد العينه من اكتر مكان مسبوغ، عشان دي اكتر مكان هيبين لك الساينز اوف ديسبليجيا. طب هو العيان بقول له ايه؟ بتقول له خمس خطوات. اول حاجه اتفضل اتمضمض باسيتيك اسيد تركيزه 1% لمده نص دقيقه، بعديها تمضمض شوية مية لمدة نص دقيقة، وبعدين حط التولودين بلو، استخدمه
تركيزه 1% لمدة دقيقة. حلو، يبقى أنا أسيتك أسيد وبعدين مية، في النص حطينا تولويدين بلو، بعده في نفس الخطوتين الأولانيين أسيتك أسيد ومية. يبقى تعالوا نعيدهم تاني، أسيتك أسيد مية، كل ده ماوث رينس يتمضمض بيهم، وبعدين تولويدين بلو 1% لمدة دقيقة، بعديه على طول ماوث رينس أسيتك أسيد ومية ورا بعض. يبقى كده كأنهم 5 خطوات، أول خطوتين هما هما رقم 3 و4، الخطوة الثالثة بس، سوري رقم 4 و5، الخطوة الثالثة بس اللي هي التولودين بلو تيست. وادي الخطوات قدامك، وادي الكلام اللي قلته، ايه الفكرة في تطبيق التولودين بلو تيست. انا معاكو هسكت لحد ما تقروا السلايد معايا عشان تتأكدوا وتراجعوا المعلومات اللي انا قلتها. السلايد دي مهمة عشان انا ممكن اطلب منك give a reason، ايه هي اهمية التولودين بلو تيست في استخدامه مع اللوكوبليك، ليه بينصح بيه. طبعا اجابته اهو اللي هم اول سطرين، ان هو بيصبغ لي الاماكن اللي فيها ديسبليجيا معايا. ولما ننصحك كلينيكالي او تجي لك مسألة بنقول لك هتعمل ايه ومطلوب فيها تولودين بلو تيست، تعرف تقول الخطوات بتاعته وتبقى فاهم انت في الاول وفي الاخر دكتور. تمام، ادي الليجن الثاني اريثروبليكيا. انا لسه ما قلتش التريتمنت، انا هقول التريتمنت بعد ما اخلص الاريثروبليكيا. اريثروبليكيا اللي حافظ معايا اللوكوبليكيا فهمها وحافظها طبعا لانها سهله جدا، هيقول معايا هنا اما اقول لك ديفاين هتقول لي it is the clinical lesion which is red in color and cannot be attributed to any clinical clear cause. يبقى زي ما قلنا definition اللوكوبليكيا، بس هنا اللون احمر مكان ابيض بس كده. ونفس المعاملة بنعملها عندك، يا اما تبقى homogenous erythropoietic يا اما تبقى speckled، ده هو مكتوب قدامك وانا نوهت عن المعلومة دي قبل كده، ونفس الاسباب اللي قلناها ونفس الايدج ونفس السكس، بس هنا الخطورة اكتر. الحقيقة اللون كل ما اتجه ناحية الاحمر كل ما الليجن ازداد خطورة. تمام، حلو كده. طيب نعالجهم ازاي؟ اهدي السلايد اللي جميله ومش هتتوهك. بنقول لحضرتك في البدايه اعتبر المريض اللي قدامك وكانه مريض عنده فانجل انفكشن، عنده التهاب فطري، وبالتالي هقول لحضرتك عالجه لمده 2 أسبوع باستخدام انتي فانجل دراج. قول له مثلا هات لي دكتورين اورال جيل، وابتدي حضرتك استخدمه في اليوم مره كل 6 ساعات لمده 2 أسبوع. بعد الاسبوعين قول للعيان يجي يزورك تاني عشان تعمل ايفالويشن. لو الليجن ظل كما هو لم يتغير ولم يختفي، في هذه الحاله حضرتك اعمل البيوبسي. ولما اقول لك اعمل البيوبسي هتقول لي طيب يا دكتوره لو الليجن كبير انا مضطر اخد انسيجنال بيوبسي. طبعا لو هو صغير خد اكسيجنال شيله توتالي، لكن لو كبير هتاخد انسيجنال بيوبسي يعني جزء من الليجن. وساعتها هقول لحضرتك هتاخدها من اي منطقة في الليجن، الطالب الشاطر فيكو هيرد ويقول لي برافو عليكو، هعمل تولودين بلو تيست الاول عشان اتأكد من اكتر منطقة فيها ديسبليجيا، وبعد كده هاخد العينة منها. ده في حالة لو الليجن كبير وهتاخد انسيجنال بايوبسي. انا مكملة لسه في نفس السكشن. بعد ما خدنا اللوكوبليكيا والإريثروبليكيا بنتكلم على الكارسينوما إنسايتو، والحقيقة دي أخطر أنواع البريمالجنانت ليجنز لأن من اسمها كارسينوما إنسايتو. يعني إيه؟ تعالوا نترجمها، يعني كانسر إنسايتو في هذا المكان بس لسه ما انطلقش، ما خرجش، العفريت لسه في العلبة، لكن it's one step من الكارسينوما. تظهر لي كلينيكالي لونها أبيض أو أحمر أو سبيكلد أو ألسر، ها ملهاش شكل محدد بس من ضمن الألوان اللي بتظهر بيهم أبيض أو أحمر. والحقيقة هذا الليجن من أخطر أنواع البريمالجنانت ليجنز. والحقيقة إذا كنا بنقول إن في ديسبليجيا في كل البريمالجنانت ليجن، فهنا يتوارد إلى ذهنك سؤال، إيه الفرق يا دكتورة لو أنا دلوقتي جاي لي عيان حضرتك لسه بتقولي ممكن تظهر زي اللوكوبليكيا أو الإرثروبليكيا، اعرف ازاي ان دي اريثروبليكيا او لوكوبليكيا او كارسينوما انسايتو؟ لما بتتاخد بايوبسي يا دكتور وجد
ان الديسبلاستيك تشينجز اللي هي علامات بتاعه الديسبليجيا بتاعه التكاثر الزياده بتاع الخلايا السيل نست وال انكريز كروماتيزيشن وانه يحصل ديفيجن للنيوكلياي واللوس اوف بولاريتي، علامات كتيره قوي احنا اتكلمنا فيها يعني في الهيستوباثولوجي وانتوا اعتقد كلكم عارفينها اللي هي العلامات بتاعه المالجنسي او الديسبليجيا. هذه العلامات بتكون توب تو بوتوم في حاله الكارسينوما انسايت، كل المنطقه اللي ظهر فيها الليجن موجود فيها القصص دي علامات الديسبليجيا. اما في حاله اللوكوبليكيا والاريثروبليكيا بتبقى لسه فوكال زون، يعني منطقه بسيطه اللي حاصل فيها وبقيه الابيثيليوم بيبقى سليم. خلاص، اخر حاجه في هذا السكشن اللي بنتكلم فيه على البري مالجنانت ليجن، انا بتكلم عن سب ميوكس فايبروزس. السب ميوكس فايبروزس زي ما هو ظاهر قدامك في الصوره بتبقى منطقه بيفقد فيها الاورال ميكوزا اللون بتاعها الطبيعي ويتحول لونها من اللون البينك او الكورال بينك الى اللون الوايت، واحيانا بتظهر ألسر في هذه الاماكن بعد كده تظهر فيها ألسرز. تمام، ما يميزها كلينيكالي هو اللوس اوف فانكشن، الجزء اللي بيبقى افكتد بيفقد المرونه بتاعته توتالي. خلاص، وده بيبقى نتيجه ايه؟ العلماء لما درسوا الليجن ده لقوا انه بيحصل في الباثوجينيسيس بتاعه هذه الحاله ان يتراكم كتير جدا فايبروزس، حتى اسمها كده سب ميوكس فايبروزس، يعني لو ترجمت الاسم هتلاقي فايبروزس يعني تليف تحت الميكوزا تحت السوبرفيشال لاير من الابيثيليوم. دي بتبقى موجوده في الكونكتيف تيشو وبيزيد قوي 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 الكولاجين فايبرز بتتوجد فيها، ولقوا انه ده سبب انه الكونسيستنسي بتاعتها بتبقى فيري تاف، والعيان للاسف كلينيكال بيعاني من لوس اوف فانكشن بتاعه الجزء الافكتد. يعني لو ظهرت مثلا في الاورال ميكوزا سوري في الانجل اوف ذا ماوس تلاقيني مش عارف افتح بقي. حلو، لو ظهرت في السوفت باليت وحته اليوفيرا اللي ورا دي هتبص تلاقيها بتفضل في مكانها ما تقومش بالوظيفه بتاعتها وتتحرك كده هو اثناء مثلا البلع وكده، فدايما الجزء اللي بي 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 بيتاثر بيفقد الوظيفه بتاعته. والحقيقه دي بتزيد قوي في الشعوب اللي بتعتمد على السبايسي فود، فمن هنا انا بنصحكم الحقيقه ما يعني انا عارفه ان بعض الناس بتحب قوي الاكل المشطشط والحاجات اللي فيها الكاري والشطه والكلام ده، فيفضل ان احنا دايما نعتدل في عاداتنا الغذائيه عشان ما تحصل لناش مشاكل. دي واحده منهم، لان فعلا لقوا انها بتبقى موجوده اكتر في الشعوب اللي بتعتمد في اكلها على الايه السبايسي فود. طبعا اذا ظهرت علاجها بيبقى سيرجيكال ريموفال وفولو اب زيها زي الايه الكارسينوما انسايتو وبقيه الايه البري مالجنانت ليجنز. طيب اهلا بكم في الجزء المهم جدا 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 في هذا الشابتر عموما الوايت اند ريد ليجنز اللي بنتكلم فيه على الانفكشوس كوزز. هتكلم على الفانجل انفكشن وهي هنا دي الحته الجديده اللي بنضيفها لكم، بقيه الموضوعات الحقيقه انتوا درستوها قبل كده والحقيقه مش هنعيدهم تاني. يعني لما اجي اقول لك سيفيليتك كيراتوزيس وميوكس باتش وجام بويل او جام ابسس والدفتيريا والكلام ده، الحاجات دي كلها انتوا خدتوا عنها فكره قبل كده وبس هعرضها كصور في نهايه هذا السكشن. الفايرل احنا اتكلمنا على الفايرل وارت، خلاص اللي هو بيسببه ساعات بسبب السيتوميجالو فيروس او بعض الفيروسات ممكن تديك حاجه زي فينجر لايك بروجيكشنز او فيروكا فالجاريس كده تطلع شكلها عامل زي الايه اللي هي بنسموها الصنت، شكلها بيبقى عامل زي الارنبيطه او الحاجه كده ليها صوابع كده كتير فبتدي بيسموها فيرال وورت. هنشوف لها صور. كومبلكس سبوتس اللي هو بتاع الميسلز ار ان اي فيروس اللي بيسبب لنا الحصبه، هنشوف شكل الكوبلكس سبوتس. والهيري لوكوبليكيا اللي بيسببها الابشتاين بار فيروس اللي بتطلع في اللاترال بوردر من التنج برضو هنشوف لها صور. فالكلام كله هيبقى صور اكسبت اللي هندوس بيه فيها ان ديبث الكانديدا. تعالوا بسرعه نتكلم على الكانديدا. الكانديدا في البدايه عاوزين نعرف
ان هي واحد من الكومن فانجاي اللي موجوده طبيعي جدا في الاورال كافيتي، في توازن مع الاورال بكتيريا، هم كلهم مع بعض نورمال كومنسلز او النورمال مايكرو فلورا اللي موجوده في الاورال كافيتي، بكتيريا وفانجاي. طيب ما دامت هي موجوده على طول، ايه المشكله؟ المشكله تحدث عندما يحدث خلل في التوازن، اما ان العيان مناعته ضعفت بسبب مرض معين، توتر معين خلاه جسمه يتعرض ل مثلا يفرز كميات كبيره من الكورتيزون، الاندوجينوس كورتيزون يا دكاتره اللي بيفرز في حالات التوتر، ممكن لو طول يؤدي الى اميون سبريشن، وبالتالي تبتدي المناعه بتاعتك تضعف وهي تبتدي الكانديدا تفتري. او ان انا كمريض اخدت انتي بايوتيك او كورتيزون اكسوجينوس لفترات طويله اثرت على مناعتي او اثرت على الكاونت بتاع المايكروفلورا، وبالتالي اصبحت الكانديدا اقوى في سيرتن سيتويشن تبتدي في تعدي المريض. كده في عجاله انا بفهمك ازاي بيتحول هذا الفطر من واحد موجود نورمالي وكامن وساكت الى حاجة كده مجرمة تبتدي تأذيك وتتعبك وتعرضك لمشاكل. وهي الحقيقة الكانديدا بيبقى لها هايفي، وأكوردنج هايفي أو خطوط كده خيوط معينة أكوردنج لل انفيجن بتاع هذه الهايفي، انت حضرتك ممكن يكون عندك يا اما very superficial infection خلاص، او moderate penetration او deep penetration، وده اللي بيبقى في الحالات الكرونيك اكتر معايا. وعاوزين هنا نبتدي نتكلم عن الصور المختلفة للكانديدا. في البداية أنا عايز أعرف إيه دور المناعة في التصدي للكانديدا؟ خلاص؟ هتلاقي حضرتك في عندك non-specific factors وفي حاجات specific. الحاجات specific عشان هم سهلين وبساط وإحنا ناس شاطرين وأخدنا immunity قبل كده، هتلاقيك بتتكلم على السيل ميدييتد والهيومورال، يعني التي والبي لينفوسايتس، هم دول اكتر خليتين في المناعه ليهم دور اجينست النورشمنت بتاع، او عايز اقول ايه الفايوليشن بتاع الكانديدا لجهاز المناعه بتاعك، هم دول اللي بيتصدوا لها وبيحموك. وطبيعي الاشخاص اللي هيبقى عندهم خلل في وظائف التي والبي لينفوسايتس زي ما هنعرف مع بعض هيبقى عندهم صور كتيرة جدا وعدوى من الكانديدا. طيب الحاجات النون سبيسيفيك زي ايه؟ مش انت فيه في بقك سلايفة صح؟ بتعمل واشنج، بتغسل اي حاجة صح كده؟ السلايفة كمان موجود فيها حاجات انتي بكتيريال بتحميك، كمان الابيثيليال سيلز نفسها المبطنة للميكوزال سيرفيسز بيحصل لها تيرن اوفر، فحتى لو في سوبرفيشالي كانديدا ماسكه فيها من بره، والله التيرن اوفر هيخلي هذه الخلايا القديمه تستبدل وتتلاشى، وبالتالي خدت الكانديدا ووقعت معايا كده. الكومنسال بكتيريا اللي موجوده في توازن زي ما اتفقنا اجانست الكانديدا بتحميك من ان اي حد يبتدي يتوغل، هما بالظبط كده قصاد بعض قد بعض في القوه، وبالتالي كل واحد محترم الثاني. الفاجوسيتيك اكتيفيتي بتاعه الماكروفاجس، طول ما الماكروفاج لها انتكت فانكشن الحقيقه ده بيبقى له دور كبير برضو في حمايتك من الفانجل انفكشن. طب هو انت ليه يا دكتوره حطيتي الماكروفاج مع النون سبيسيفيك فاكتورز؟ لان الماكروفاج تنتمي في شغلها الى الانات اميونيتي، والانات اميونيتي اتفقنا معاكم زمان في الاول ان هم they are non specific in function، غير الحاجات السبيسيفيك اللي بتيجي في الاكوايرد اميونيتي اللي منهم التي والبي لينفوسايتس. طيب الايتيولوجي لوكال كوز ازاي؟ ريبيتد تروما، انا بضعف المكان، واحد بيدخن كتير معايا كده، التدخين مشكلته ايه؟ التدخين من ضمن المشاكل بتاعته ان بيدفع جسمك ان هو اولا انا باثر على التيشو اوكسجينيشن، بقلل الاكسجين سبلاي للتيشوز، وبالتالي نقص الاكسجين بيضعف المناعه. في نفس الوقت المدخن بيحصل له مشاكل في ان جسمه بيبتدي يفرز اندوجينس كورتيزون كتير، وده بالتالي بيعمل اميون سابريشن. طيب اكسسيف يوز اوف ماوث ووش او توبيكال انتي بايوتيك
او استخدام التوبيكال كورتيزون. الحاجات التوبيكال اللي كلها ضد البكتيريا دي ممكن قوي تؤدي او تاثر على اللوكال اميونيتي، كلها بتؤدي الى الفانجل انفكشن. طيب ايه هي السيستميك كوزز؟ عندك الايج اكستريمز، الكبير قوي والصغير قوي دايما بتلاقي عندهم مشكله في المناعه. البريجننت فيميل برضو البريجننسي بيحصل فيه اميون ريلاكسيشن بسبب قصه الهرمون ديستربنس اللي بتحصل دي. الدراجز بعض الادويه والانتي بايوتكس والكورتيزون الاكسوجينس كل دوت بيأثر على المناعه، تمام، بيعمل اميون سبريشن. الدايابيتس ميليتس بالذات في الحالات الان كنترولد برضو بيأثر على المناعه، بيقلل لك الاكتيفيتي بتاعه النيوتروفيل والماكروفيج، وبيبتدي كل دوت يأثر على دور الخلايا في الحمايه بتاعتك من الفانجل انفكشن. اي بقى مريض، وبالتالي بقول لك ان بعد البوست اوبرتيف العيان بيبقى خارج بعد العمليات واخد ادويه كتير وبقاله كتير مال نارشمنت وما بي مش يعني حالته متاخره شويه بسبب العمليات والادويه والكلام ده كله، فبرضه مناعته بتضعف معايا، مال نارشمنت والزيروستوميا. الزيروستوميا يعني السلايفا قلت، وبالتالي الانتي بكتيريال برودكتس اللي موجودة عندنا برضو بدأت انها تقل، الحاجات اللي موجودة في السلايفا. ديفكت في السيل ميدييتد اميونيتي، وطبعا يعني التي لينفوسايتس بقت افكتد. الليوكيميا والليمفوما كل دي يا جماعة من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤدي الى مشاكل في المناعة ودورها في حمايتك من الكانديدا. طيب ده الكلام اللي انا اتكلمته ليه النيو بورن بيبقى عرضه. خلاص خد بالك ان الاميون سيستم بيبقى نوت ويل ديفايند، السليفري جلاندز لسه الفانكشن بتاعتها مش قويه، لسه بتبقى برضو اندر ديفلوبمنت، وبالتالي السلايفا والكونتنتس بتاعته بتبقى لسه. الانفكشن ممكن وهو معدي في البيرث كانال اثناء الولاده تبقى الام عندها فانجل انفكشن في الفاجينا تصيب الطفل اثناء الولاده. كمان الانفكتد فيدنج باتل، الولد اللي بيرضع من الباتل الفيدنج باتلز اللي هي الببرونه، المفروض انه مامته تتعود باستمرار انها تنظف له الجزء اللي هو الولد بيعمل منه ساكنج للميلك او للفيدنج يعني لاي حاجه يحطها له فيها. عشان في بعض الامهات تفضل بس تبدل له الاكل من غير ما تنظف دي، او الولد بياخد كذا مره فكل مره ما تنظفهاش، فده ممكن برضو يبقى له تاثيره. طبعا دي الاسباب اللي احنا اتكلمنا فيها، الاولد ايج مال نارشمنت واميون سبريشن، وبيبقى ساعات عندهم حاجات كتيره ديبليتيتنج الجيرياتريك ديزيزز اللي بتيجي مع السن، وادي تاثير الانتي بايوتكس يا جماعه، وازاي بتعمل خلل في التوازن بين الفنجاي والبكتيريا اهو قدامكم. خلاص بيحصل ديستربنس في الاورال فلورا، شوفوا من تاني يوم وبيستمر بعد ما توقف الانتي بايوتك لمده 7 ايام كمان. وادي السموكينج قلت لكم انه بيبتدي يحصل اندوجينس كورتيزول بشكل زياده ياثر على المناعه. طب انا بقسم العدوى بتاعه الكانديدا لكام، في عندك البرايمري انفكشنز وفي السكندري. السكندري الحقيقه بتبقى حاجات خطيره قوي، دي بتبقى سكندري دايما يعني في ديفلوبمنتال ديفكتس كده بتبقى حاصله في الاجزاء اللي هي الخاصه بالمناعه، وظائف التي وظائف البي، البي والتي لمفوسايتس بيبقوا افكتد في الحالات اللي قدامكم دي، وفي بعض الامراض اللي ممكن برضو تبقى امراض هيريديتري حاصل فيها ديفكت في الاميون سيلز زي الامثله اللي قدامنا دي. ودي انا الحقيقه بس هوريكم كام صوره ليهم، مش هندوس قوي في دول. انا اللي يهمني الحاجات البرايمري اللي هي عندك السودوميمبرينس والاريثيماتس كانديديازيس الاكيوت، وفي الكرونيك فور اللي بتبقى صورهم تقريبا زي الاكيوت ولكن بيحصل فيهم لوس اوف كونسيستنسي بتاعه التيشوز، لانه مع الكورونيستي ساعات بتظهر لوكوبليكيا اون توب اوف ذا كانديدال انفكشن.
وبيبتدي يحصل loss of normal palliability والنورمال elasticity بتاعت التيشوز. في نفس الوقت بيبقى المرض كرونيك لان الهايفي بتبقى عامله moderate to deep penetration للتيشوز الافكتد بالفانجل انفكشن. وبعدين هناخد حاجات بسيطه قوي في الاخر خالص اللي هي الكانديدا اسوشيتد اورال ليجنز, هنشوفهم مع بعض. الاكيوت ثراش او الاكيوت سودو ممبرينس, لان الاكيوت ليها صورتين, سودو ممبرينس واكيوت اتروفيك. فهنتكلم على السودو ممبرينس, دي دايما بتظهر لونها ابيض او يلو شويت, خلاص. ودي الموست كومن فورم. الكلينيكال فيتشرز بتاعتها الايدج, هي بتظهر اكتر عند الاطفال الصغيرين او السن الصغير, لكن ده مش معناه انها ما تحصلش عند الكبار, بس هي اكتر حاجه تظهر عندهم الاطفال الصغيرين. طيب شكل الديزيز بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده بالظبط, تحس كان الطفل واكل زبادي او واكل قشطه او واكل حاجه. يقول لحضرتك ياجرت لايك سودو ممبرين, عامل شبه الزبادي كده, تحس ان الولد فعلا كانه في لبن في بقه مثلا. عشان كده بدايته ساعات الامهات ما تاخدش بالها, تفتكر ان مثلا شويه لبن ايه في بق الايه الطفل. شوفوا المنظر اهو, تحس ان حاجات كده باتشز كده يعني حاجات على الميكوزا نفسها اهو. شوفوا المنظر, يجرت لايك سودو ممبرينس ليجن موجود يلو شويه ان كالر, لونه مش ابيض قوي لو انتم ملاحظين. الويبنج اوف ذا سودو ممبرين, هو طبعا بما انه سودو ممبرين يعني بيتقشر, بس الحقيقه التقشير بتاعه بيبقى بصعوبه, يعني انت لو عاوز تشيل اللاير دي هتتشال بصعوبه, ولما تتشال هيبقى فيه تحتها ايروجن, هتلاقي العيان بيحس بيرنينج سنسيشن ومش هيبقى, وهيبقى يعني فيه شويه الم كده خفيف. لكن في طبيعه الحال هل هذا الليجن مؤلم؟ لا, الا اذا حصل تيرنج لهذا الممبرين. معايا كده؟ مشكله الممبرين ده هوت يا شباب ان ممكن يحصل لو هو كبير قوي والعيان حته منه بقى حصل لها تيرنج واتبلعت, هيحصل سبريد للليجن ويمكن يبهدل له كل الجي اي تي, ويحصل كمان لو المناعه قليله فانجيميا, يعني تبتدي تنتشر في الدم ودي بتبقى فاتل. شوفوا هنا, شوفوا واصل لحد فين, دخل هو على جو. انا شايف يا دكتوره هذا الفوشيال بيلار والسوفت بلت واليوفيلا, ده الدنيا. شوفوا عند الراجل ده عامله ازاي. فالحقيقه ساعات ممكن يحصل سبريد, واتفقت معاكم ان الليجن الناتشر بتاعته عموما ان هو بينلس, اكسبت اذا حصل ايه ريموفل للممبرين. الدايجنوزس سمير, بتاخد مسحه كده وبيتشاف فيها المنظر ده اهو. شوفوا الهايفي الخيوط اللي قدامكم دي, وان يوتروفيل الخلايا الكتيره اللي موجوده دي موجوده قدامكم. فده الصوره اللي بتظهر لنا لو احنا خدنا مسحه وشفنا فيها المنظر. والتريتمنت دايما بتبقى بالتوبيكال انتي فانجل زي ما اتفقت معاكم. ساعات الانتي فانجل بيبقى ماوث ووش او جل او لوزنجز, حاجات كده تتبلع تتمص فيها الماده الفعاله اللي فيها الانتي فانجل دراج, هنتعرض لهم دلوقتي. طيب يا دكتوره هاله, حضرتك قلتي انه الاكيوت فورم فيها السودو ممبرينس وفيها الاتروفيك اللي قدامك اهي, دي اسمها اكيوت اتروفيك كانديدوزس. اتروفيك يعني ايه؟ يعني انا اشوف بقى اللون الثاني الاحمر. خد بالك ان الشابتر اللي احنا فيه اسمه وايت اند ريد, فانا تقريبا في كل ديزيز بنعدي عليه بنشوف اللونين مع بعض, في حاجات بيضة وفي حاجات لونها احمر وفي حاجات فيها ميكسد الاثنين. فادي الكانديدا شفنا فيها كل الالوان, ادي الاحمر بقى, وده المور كومن ان يجي في السن الكبير. هعيد تاني, اكيوت سودو ممبرينس كنت بقول لحضرتك انه commonly it affects the young, the very young, ولكن احيانا ممكن تيجي للكبار. الاتروفيك الاكثر بقى هنا البري دايلكشن اكتر فين؟ لا, هنا كبار السن اكتر, تيجي مع الناس اللي بياخدوا انتي بايوتكس كميات كتيره فتره طويله, دوز عاليه قللت التوازن اللي بينها وبين مايكروفلورا, او الاستيرويد ثيرابي انا خدته برضو لفتره طويله اثر على المناعه, او الناس اللي عندهم كرونيك ايرن ديفيشنسي انيميا. الكرونيك ايرن ديفيشنسي انيميا بتاثر على الابيثيليال انتجريتي, وبالتالي اصبح الابيثيليوم نفسه ضعيف ويحصل له اتروفي. تلاقي الفطر عموما ما دام ما فيش ابيثيليوم يحمي الانسجه بتاعتك, الابيثيليوم من ضمن وظائفه ايه او اهم وظيفه ليه ايه؟ بروتكشن. هو اسمه حتى بالعربي كده اسمه النسيج الطلائي,
اللي بيطلي الأسطح عشان يحميها. فالعيان اللي عنده chronic iron deficiency anemia ما عندوش epithelium حلو زي اللي عندك كده، وبالتالي لازم الايرن يبقى الليفل بتاعه كويس في جسمنا، نهتم. ولو حد فينا عنده ايرن ديفيشنسي انيميا يعالجها، لانه ده بيبقى عرضه لهذا النوع من انواع الفانجل انفكشن. الكانديدا بتلاقي الانسجه ما عليهاش ابيثيليوم تعديها على طول. طيب، طب ايه بقى اللي انت قلتيه يا دكتوره هالة؟ انت قلتي في حاجه اسمها كانديدا اسوشيتد ليجنز، يعني ايه؟ يعني تعالوا نترجم بالعربي عشان الناس اللي عندها صعوبه في تخيل الترم معناه ايه. يعني الليجنز اللي بتطلع مرتبطه بالكانديدا، تلاقي الكانديدا موجوده في حبه بيطلعوا معاها كده، وسهلين قوي. عارفين طبعا قبل ما اخش عليهم، كلكم عارفين اظن الانجلر كيلايتس، اللي هي الانفلاميشن اللي بيجي في الانجل اوف ذا ماوس وبتبقى بينفول كده، وتلاقي روحك مش قادر تفتح بقك قوي. من ضمن اسبابها الكانديدا، فقال لك دي كانديدا اسوشيتد ليجن. اخذنا في التنج مع بعض الميديان رومبويد جلوسايتس، الليجن اللي كان بيظهر شكله ها اوفل او بوليجونال كده على شبه المربع او المعين كده، هو في السنتر اوف ذا تنج على الدورسم اوف ذا تنج، وكان لونه بيبقى احمر شويه بيرنينج سنسيشن، وكان في ثيرز عنه واصدقها واقواها اللي هي انه هذا الليجن سببه فانجل انفكشن. استدلوا على كده بايه؟ استدلوا على كده يا دكتوره ان هم شافوا استجابه هذا الليجن للانتي فانجل ثيرابي، مع العلاج بيختفي. الصوره الثالثه هي الدنشر سور ماوث، الناس اللي بتلبس الدنشر ويلاقوا تحته لون احمر وانفلاميشن، ويحللوا يلاقوا ان الفانجل انفكشن هي السبب، وده اكتر هتلاقيه مع الابر ولا اللور دنشر؟ لا، بيبقى مع الابر دنشر، عشان فوق مفيش سلايفة زي تحت، خلاص. بالاضافه لبعض الاسباب الاخرى اللي هنستعرضها سوا. هم دول فقط الثلاثه كانديدا اسوشيتد ليجن، اظن سهلين. تعالوا نشوف مع بعض. اهو سهله خالص، مفيهاش حاجه. اول حاجه اهو قدام حضرتك الانجلر كيلايتس، هتقولي الديفينيشن بتاعها وهتقولي الديسكريبشن. يبقى الديفينيشن هي انفلاميشن في واحد او مور كومنلي بوث الكورنرز اوف ذا ماوس، معايا كده، نتيجه بكتيريال او فانجل. فمن ضمن الحاجات اهو فانجل انفكشن، وساعات بتبقى ميكسد انفكشن، وهي بتبقى بينفول فيشرنج وكراكنج موجود على الايه زي ما اتفقنا في كورنر او في الاثنين. ها الدنشر سور ماوس، بلبس الدنشر اشيله الاقي تحته المنظر ده، حلو قوي. الدنشر سور ماوس كومن اكتر مع الابر ولا اللور؟ عشان ده بنتسال السؤال ده كتير، وهقول لك جيف ا ريزن. هو الابر صح، حتى الصوره جايه لك كده، بس ليه؟ جيف ا ريزن، ادي الاجابه اهو، مهم جدا. اول حاجه فوق ديكريس سالايفري فلو، معايا كده، وبالتالي انا ما عنديش سالايفا لا واشنج افكت ولا الانتي بكتيريال سابستنسز اللي موجوده فيها، ده حاجه. الحاجه الثانيه انا عندي انتيميت كونتاكت بين الابر واللور، بين الابر دنشر والميكوزا، ففي في نيجاتيف بريشر، مفيش اي فرصه ان اي حاجه تعدي في النص، وبالتالي الكانديدا بتلاقي مكان حلو قوي تعيش فيه. طبعا ده كومن اكتر مع مين؟ مع المريض اللي ما بينضفش الدنشر، اما لخطا منه تقصير في النظافه خلاص، او لان الدكتور ما نبهوش. عشان كده انا كتير بحمل دكاتره الاسنان مسؤوليه عدم التنبيه على المريض. انت ساعات بتلاقي العيان فارح بالدنشر وما صدقت انت خلصت منه، يلا ياخده ويخرج. لا، لازم تفهمه وتعلمه انه لازم ينظفه، ولازم ما ينامش بيه بالليل، ولازم ينقعه في حاجه، والصبح زي ما كان بيغسل سنانه يغسل الدنشر، يهتم بنظافته. ليه؟ عشان ما يحصلوش كانديدا. لما تفهم العيان تبقى انت على اخلت مسؤوليتك، والعيان يقدر يهتم. حلو كده. كمان بنقول ان في الديلايد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. لو انتوا فاكرين الكونتاكت ستوماتايتس، كنت بقول لكم ان ساعات بيبقى العيان ممكن يكون حساس لحاجه بتتحط توبيكالي. طب ما ممكن الدنشر بيز ماتيريال الاكريليك دي انا كمريض حساس ليها، وبالتالي تظهر عندي الكونتاكت ستوماتايتس دي،
ويبقى شكلها شبه الكانديدا. اه تميزهم ازاي من بعض؟ طبعا لو انت اخدت سمير وهي كانديدا هتشوف الهايفي وهتشوف القص. لو هي كونتاكت ستوماتايتس كان ليها تيست معين، ارجعوا له تاني في الشابتر ده واعرفوا ازاي بيتم عشان تطمن يا ترى الصوره اللي قدامي دي نتيجه حساسيه ولا نتيجه كانديدا. وادي الميديان رومبويد جروسايتس، ودي برضو اخدناها في التانج. اذا الموضوع مش جديد والموضوع سهل وبسيط وزي الفل. طيب تعالوا بقى، انا قلت لكم ان في بعض الكرونيك ميوكوتينيس كانديديوزس خلاص، وقلت لكم ان احنا هناخد بس ايه الصور بتاعتها، ودي الكرايتيريا بتاعتها. بيبقى دايما العيان عنده اميون ديفكت، والليجنز بتبقى بتاخد الاورال انتايرلي اورال، وساعات بتبقى اكسترا اورال كمان، واخد النيلز واخد الشعر واخد الاسكان وكله، وبتبقى الانسيت بتاعها بتظهر ديورنج او ايرلي في الانفنسي من هو صغنن، وبرزيستنس. والعيان ده الحقيقه بما ان عنده مشكله موروثه او هيريديتري ديفكت في الاميونيتي بيفضل تقريبا فور لايف على الانتي فانجل دراجز. شوفوا بتبقى ساعات في حالات من الفانجل انفكشن خطيره وشرسه وصعبه جدا يعني. تمام، ازاي اعمل دايجنوزس؟ تفتكروا ازاي؟ ها انا هديكوا فرصه كل واحد كده يبتدي في دماغه يراجع المحاضره ويحاول انه وانا ليه بهتم بالدايجنوزس دايما؟ لانه انجح انواع العلاج هي التي بتارجت السبب. يبقى لازم كل واحد فينا يعرف وهو بيذاكر اي حاجه ازاي يفهم الاسباب بتاعتها عشان لما يجي يعالج يكتشفها ويعالجها. رجعتوا معلوماتكم؟ اول حاجه بقول لك اهو ريكوردنج الهيستوري. خد هيستوري من العيان، ها يمكن تلاقيه مريض سكر، ها عنده مشكله في المناعه، عامل عمليه ولسه قايم منها، ما بياكلش كويس، بيدخن، عنده ديبليتيتنج ديزيز، اي مشكله، ما عنده زيروستوميا. الكلام ده مهم، يبقى اول حاجه تاخد هيستوري، وبعدين اعمل كيرف كلينيكال اكزامينشن عشان تشوف الكلينيكال فيتشرز، يا ترى هي سودو ممبرينوس ولا اتروفيك ولا في معاها مشكله تانية اكسترا اورال زي الصور اللي شفناها، اعرف الاسباب ايه. بعد كده ابتدي اعمل لاب انفستيجيشن، اشوف السمير عشان اتاكد من الهايفي، واعمل ايه ساعات برضو بيشوفوا الانتي بودي تتر في عينات الدم في السيرم او في السلايفه بتاعه العيان. وطبعا من اوضح الاسباب انك بتلاقي ان ليجن بيرزوليوت بالانتي فانجل دراج. طيب ما تيجي نشوف بقى ايه هم الانتي فانجل دراجز اللي احنا عاملين نتكلم فيهم دول. هتلاقي روحك بتتكلم اولا عشان تعالج صح لازم تعمل اليمينيشن للكوز. لو لقيت سبب عند العيان لازم تعرفه له، يا حاج انت مريض سكر لازم السكر يبقى اندر كنترول، انت يا ابني بتدخن لو سمحت كفايه تدخين، قلل اسحب تدريجي لحد ما يقف، انت يا حاجه ما بتاكليش كويس كولي. انت تعرف الاسباب وتفهم العيان انه لازم. وبعدين استخدام الانتي فانجل دراجز اللي هي يا توبيكال يا سيستميك. وادي الانتي فانجل دراجز اهم A B C. A بيتكلم فيه على النستاتين، وده واحد مهم جدا من انجح الادويه في علاج الفانجل دراجز، وبيبقى موجود توبيكالي في صور سسبنشن باستل كريم اوينتمنت معايا كده، وبيبقى افكتد في حاله الاطفال اللي عندهم ثرش. طب والانفيتريسين؟ الانفيتريسين الحقيقه ده بيستخدم برضو في صور توبيكال نفس الصور تقريبا، وممكن يبقى فيه لوزنجز معايا كده، وممكن يتاخد انترافينس. يبقى اذا الانفيتريسين ممكن يبقى توبيكال او سيستميك معايا كده، وانترافينس في حالات الديب سيستميك ليجن معايا كده، وده بيعتبر واحد من الموست باورفول دراجز. الحاجات بقى الكومنلي يوز دلوقتي اللي هما الاميدازول او الانتي فونجل ايجنتس اللي فيه منهم زي ما انت شايف مايكونازول والكيتو كونازول والفلوكونازول، دول هما موجودين كتير جدا دلوقتي وبيبقوا موجودين في صور كتير اما توبيكال او سيستميك. بس بيراعى انه لو عندك بريجننت فيميل او عندك مريض عنده ليفر بروبلم لو سمحت ابعد شويه عن الاميدازول يعني كومباوندز دول، لان دول ممكن يبقوا تقال شويه بالذات لو العيان عنده يعني فليت ستيج او عنده دي كومبنسيتد ليفر يعني معايا. طيب اكمل العلاج بقى
بيقول له حضرتك لو انت هتستخدمه في صورة جيل خلي بالك انه الطقم بتاع العيان لو هو دينشر سور ماوس الطقم ده هيتغير. محدش يقول لي انا العيان يبقى يغسله بعد ما يخف، لا، كون الكانديدا اثرت فيه يبقى لازم هذه الدينشر بيست تستبدل. معايا كده؟ ريلايننج او ريبيزنج افضل. بس لحد ما ده يحصل ممكن تستخدم الطقم القديم في ايه بقى؟ يبقى يقول لك كانه كارير للجل، العيان يحط الجل فيه ويلبسه، فيبقى ايه كانه بيفضل بيساعد على الكونتاكت ما بين الدراج والانسجه عشان تفضل محفوظه، وايه يبقى يعني الدواء يفضل على التيشز فتره طويله. وبعدين بينصح كمان بالانتيسيبتيك ماوث ووش كلوروهيكسيدين والياجرت كونتيننج سيرتن انواع من البكتيريا اللي هي اللاكتوباسيلاي، لان اللاكتوباسيلاي الحقيقه في سترينز منها بتعتبر بيسموها البكتيريا الحميده، يعني اللي بتساعد الحاجه او البروبايوتكس اللي هم ساعات بيحطوها في بعض انواع الزبادي. وانا فعلا شفت في الماركت ساعات تفتح الثلاجه يقول لك الياجرت دوت مكتوب عليه كده بروبايوتك، يعني في سبورتد او انريتشد بالبروبايوتك، وده الحقيقه من الحاجات المفيده اللي بنصحكم كلكم بيها. معايا كده؟ وتاكد انه اي دراج انت هتكتبه وتكمل تخلي العيان يفضل مواظب عليه لحد بعد زوال الاعراض باسبوعين عشان تتجنب الريلابس بتاع الحاله. خلاص. ولو العيان المريض عنده كرونيك ديفكت في الاميونيتي فدوت الحقيقه زي ما اتفقنا بيعيش على الانتي فانجل دراجز. دي بقى اللي اتفقنا ان احنا هنشوف بس فيها الصور. وايت ليجن ديو تو بكتيريال انفكشن زي الجامبايل، ديفتيريا خلاص ده مكانها، ده مش بنعيده بس بنوريك صور عشان السبوتك عشان امتحان العمل. دي كلها صور السيفيلس، في ممكن يكون في عندك سيفيليتك كيراتوزيس او ميوكاس باتش. الحقيقه السيفيلس من الامراض اللي يمكن الحمد لله اختفت دلوقتي، بس كانت فوق او مش يعني قلت خالص 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 بسبب الطفره اللي حصلت في الادويه، لانه كان زمان السيفلس الحقيقه انتشاره اكبر وكان مشكله كبيره عشان ما كانش فيه ادويه تقاوم هذه الحاله يعني. لكن الحمد لله دلوقتي الظروف اختلفت، بس يظل هذه الصور ممكن تشوفها من وقت للتاني فتبقى عارف المنظر ده ايه. هنا انا بعيد لك تاني ليه التانج بالذات بيبقى من اكتر الانسجة اللي ممكن تتأثر بالسيفلس، طبعا لان هو بلاد سبلاي بتاعه عالي جدا فبيبقى الفلو بتاع البكتيريا كبير تورد التانج، بتعمل كلوجر في البلاد فيسلز فبتعمل حاجة اسمها اند ارترايتس ابلاترنس. معايا كده؟ وبيحصل بعدها اتروفي للتانج كوتينج، وبيبقى الحقيقة later on التانج كوتينج عرضة نتيجة الاريتيشن الكتير ان يحصل قصة خطيرة اللي هي الكانسر on the dorsal surface of the tongue اسمها syphilitic keratosis، اللي هي بتبقى من اكتر اسباب التانج الكانسر على الدورسم of the tongue. ادي الوارس اهو فيرال وورس وكوبلكس سبوتس تحت اهي، شوفوا بيبقى لونها بلوش وايت، تبقى موجوده في البقه الميكوزا اوبزيت للمولر وبالذات السكند مولر، وايه ده المكان بتاعه، دي بتبقى مع الحصبه. الهاري لوكوبليكيا دي المكان بتاعها بيبقى اللاترال بوردر اوف ذا تانج، السبب بتاعها ايبشتاين بار فيروس. والحقيقه الهاري لوكوبليكيا لا تظهر الا اذا حصل ديفكت شديد في الاميونيتي، عشان كده هي ما بتظهرش الا مع مرضى الايدز الحقيقه، ودي بتبقى ساعات من الساينز اللي بيكتشف بيها هذا المرض. وفي نفس الوقت الناس اللي بياخدوا هاي دوزس فور برولونجد بيريدز اوف تايم لعلاج بعض امراض المناعه وبيضطروا ياخدوا كورتيكوستيرويد لفترات طويله يعني. ده شكل الهيري لوكوبليكيا ودي اسبابها. وده السؤال دوت ان شاء الله انا عاوزاكم تجاوبوه. خلاص. compare between الايديوباثيك لوكوبليكيا اللي احنا شرحناها في اول الشابتر والهيري لوكوبليكيا، ده انا هطلبه منكم assignment من فضلكم تجاوبوه. معايا كده؟ السؤال ده انا عاوزاه ان شاء الله يتحل ويوصلني باذن الله يوم الخميس الجاي. اتفقنا؟
الجينيتك كونديشنز هنا بس انا مجرد هوريكم كام صوره مش اكتر. خلاص في حاجه زي دي وايت سبونجي نيفس معايا كده يا شباب، ده الشكل بتاعها. عايزين بس نعرف سببها، اسمها وسببها. هي اسمها وايت سبونجي نيفس معايا كده، ودي بتعتبر من حالات الهيريديتري، و ما يعني ما بيبقاش فيها مشاكل كبيره غير الشكل اللي انت شايفه دوت معايا كده، وهي بتظهر ايرلي افتر بيرث معايا كده اهو. والليجن غالبا بيظهر باي لاترال، موجود في التشيك والتانج والفلور اوف ذا ماوس، والشيب بتاعها بيبقى عامل لونها وايت زي ما انتم شايفين، وثيكن وفولدد عامله زي السبونجي. فادي الشكل بتاعها. اذا ظهر نفس هذا الليجن ومعاه اي ليجن بيبقى اسمه ويت كوبس ديزيز او هيريديتري بيناين انترا ايبيثيليال ديسكيراتوزيس. ويت كوبس ديزيز او هيريديتري بيناين انترا ايبيثيليال ديسكيراتوزيس. والحقيقه دي لا خطيره، دي بقى من الحالات الخطيره. هو رير ديزيز الحمد لله، وبرضه بيظهر ايرلي ان لايف ديورينج الفيرست يير تقريبا معايا كده، بس الانتنسيتي بتاعته بتزيد باي ايج. اورالي انت بتشوف نفس الشكل اهو، بايلاترال بينلس سبونجي وايت فولدز، نفس شكل الوايت سبونجي نيفس، بس المشكله الاي ليجن بيحصل كونجكتيفايتس، وبالتالي ساعات بيسموه الريد اي ديزيز. وهنا الحقيقه الكورنيا بتبقى ممكن يحصل لها مشاكل كتير، لان بيمكن يتوجد جواها فاني جيلاتينس وايت بلاك، شوفوا الشكل بتاعها، وممكن يؤدي الى العمى. يبقى في هناك فرق بين الوايت سبونجي نيفس وبين ويت كوبس ديزيز. قدام حضرتك اهو الصور، الاي افكتد في وايت كوبس ديزيز، لكن نفس الاورال ليجنز واحده وايت سبونجي نيفس، شبه الاثنين شبه بعض. لو لقينا اي ليجنز في الموضوع بالمنظر ده، وهنا الخطوره بتزيد باي لايف، الحقيقه العيان ده لازم يتابع مظبوط. فده السيجنيفيكنس بتاعت ان انت تدرس حاجه زي كده. ممكن قوي العيان يجي لك وتلاقي شكل عامل زي السفنج ده، وايت فولدد وايت ليجن بينلس، وظاهر عنده من بدري وانا كويس يا دكتور. عينيك عامله ايه؟ يعني من وقت للتاني كده والله يا دكتور بتحصل لي التهابات. لا ده على طول تاخد بالك وتنبهه ويبقى لك الاجر والثواب. ده ممكن يكون ويت كوبس ديزيز بيشنت، وبالتالي تنقذه من العمى، ده لازم يتابع عند حد اوفثالمولوجي. طيب دارير ديزيز دوت واحد من الامراض برضو الهيريديتري والكرونيك. بيحصل ايه؟ بيحصل ديرمات انفلاماتري اكسيديت وبابيلوماتس تشينجز معايا كده. وساعات بتلاقي بيحصل على السكين بتاع البيشنت نوديولز كده بتظهر، وبيبقى فيها يعني باد اودر نتيجه انه بيحصل بعض الايفنتس كده هنتكلم فيها. بس اورالي العيان برضو بيظهر فهي عنده وايت ليجن، ويقول لك شكل كوبلستون ابيرنس، عامل كانه يعني منظر كده متحجر شويه المنظر ده اهو. تعالوا نشوف السكين سيمتريكال ديستريبيوشن لايه؟ ريد وفيرم بابيولز مينلي موجوده في الفيس والشولدرز والسكين فولز معايا كده. هذه البابيولز ممكن تتحد مع بعض ويحصل لها ألسريشن وتديك فيروكس باتشز، بتبقى انفكتد وبتدي باد اودر، بيحصل لها انفكشن، يبقى سبب الباد اودر الانفكشن. والنيلز ممكن تبقى فراجايل وفيشرد، والاورال مانيفستيشن زي ما اتفقنا هو الكوبلستون ابييرنس اهو. ده الشكل بتاعه، شوفوا بس القرف كله بيبقى في السكين ليجنز اللي ساعات بيحصل فيها الليجنز دي تتقرب من بعضها كده وتبتدي يحصل لها انفكشن وتدي باد اودر عند العيان ده هو. والضوافر بيحصل لها زي ما انت شايف ممكن تتكسر تبقى فراجايل، وبقه تحس ان كان في حصوات كده، شايف المنظر كوبلستون ابيرنس، كان في حصوات لونها وايتش كده. هنا اخطر حاجه هي السكين ليجنز يعني، بس البق تبقى عارف طبيعته ايه. خلاص اخر حاجه اليوكوديما، ودي الحقيقه حاله كده غريبه شويه لوحدها كده مش هتلخبطك خالص. وايت ليجن ملوش سبب واضح، وبيظهر جريش وايت، كورس بتاعه بيبقى يعني المنطقه نفسها بتبقى رينكلد فيها كراميش كده، وتحس سبحان الله كان الميكوزا فيها ميه،
تحس ان لها كوريجيت السيرفس وفي ميه كده، واول ما تشد الميكوزه تختفي. ايه السبب؟ لقوا ان في الهيستوباثولوجي حاجه غريبه جدا عند الناس دي، لقوا ان في انتر ايبيثيليال اديما ما بين الخلايا كده، في اديما خلاص اهو انتر ايبيثيليال اديما، واللون بتاعه بيبقى جريش وايت، وزي ما اتفقنا ما تعمله ستريتشنج بيختفي. وهنا انا بس بحب الفت نظرك لحاجه، المحاضره اللي فاتت انا اتكلمت معاك على اللايكن بلانس، وقلت لك ان بيبقى فيه كيراتوتيك لاينز اسمها ويكهامز ستريا. اسمها ايه؟ ويكهامز ستريا. هذه الويكهامز ستريا لونها ابيض، لما نيجي نعمل لها ستريتشنج هتلاقيها بتظهر اكتر، بتتضح اكتر. طيب ولو هي بقى لو الليجن ده ليوكو قديمة، الستريتشنج بيخفيها خالص. فهنا ده بيعتبر من ضمن الدياجنوستيك ستيبس اللي ممكن تتعمل لو انت متلخبط، هل يا ترى الحاجه اللي انا شايفها دي لايكن ولا ليوكوديما؟ ليوكوديما بتختفي مع الستريتشنج، اما اللايكن بلانس بيبقى بالعكس بيتضح اكتر او بيظهر اكتر، بيبقى مور بروميننت مع الستريتشنج. معايا كده الشكل بتاعها اهو اهو. تاني اهو الشكل بيظهر لك كده، شوفوا ثلاث صور مختلفه، ممكن تبقى بيضه، ممكن تبقى درجه بيضه اكتر، ساعات بتبقى جريش وايت. المنظر ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان في اورال ابيثيليوم، في اديمه في الانسجه. خلاص بس كده احنا نبقى الحمد لله خلصنا الوايت اند ريد ليجنز. اظن موضوع سهل وبسيط، وبعتلكم معاه انا البرزنتيشن بتاعه العمل، خلاص هتلاقوا فيها مسائل الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع ده اللي احنا فيه احنا عارفين ان احنا عندنا امتحان على التانج والهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ذاكروا كويس عشان الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى فيه شغل امتحان بقى على الوايت ليجنز. وزي ما اتفقنا ما تنسوش الاساينمنت اللي طلبتها منكم، كومباريزن بين الايديوباثيك و الهيري لوكوبليكي. يلا جود لاك يا شباب، بحبكم جدا، ذاكروا كويس وربنا معاكم ان شاء الله.